ضربة جزاء في أول ثلاث دقائق ليفربول عن طريق فيليب كوتينيو. جول جول ليفربول. الإف سي يسجل الأهداف 1-0 للحمراء 1-0 للأحمر. ليفربول الأحمر الوهاج يفتح بوابة التسجيل وسط ارتياح يورغن كلوب. 1-0 الإمضاء فيليب كوتينيو. تلك الكرة العجازية ينطلق صلاح. صلاح يلعب 1-2 كرة خطيرة رجع له. الثاني رجع البرازيلي من ثاني طلبه من ليفر في الثاني. 2-0 ليفربول من أول. ليفربول مولع. صلاح وكرة على أطراف ترجع الكرة في الرواق. كلهم تبعوا صلاح وجبدهم صلاح وجذبهم صلاح. يبقى المجال مفتوح للكرة البرازيلية من هدف. كرة يهرب فيها ساديو. ساديو ماني مازال الخير مازال الخير. ماني يلعب كرة والثاني فيرمينو. جول فيرمينو. جول. مازال الخير مازال الخير من أولاد الخير. ليفربول التاريخ والأمجاد. الليبر الكبير العريق يضمن دور 16. أسرع 3 أهداف في 18 دقيقة في أبطال أوروبا هذا الموسم. 1-2-3 سجل كوتينيو وفرحهم. سجل فيرمينيو وأكدهم. سيسجل صلاح. شاد الكرة. هذا خطأ دفاعي ليلة